حلقة النهاردة من الحلقات المميزة جدا جدا والموجهة للمبتدئين اللي بيدوروا على طريقة من طرق الربح من الانترنت اللي أنا دايما بنصح بيها أي حد، ألا وهي إنشاء موقع والعمل عليه. طبعا ممكن يكون الموقع ده موقع خدمي، ممكن يكون الموقع ده موقع تعليمي تقدم فيه مقالات يعني، والموقع الخدمي تحل فيه مشكلة معينة. ممكن تشتغل على بلوجر، ممكن تشتغل على ووردبريس، ممكن تشتغل على أي منصة مختصة بإنشاء المواقع CMS. خلاص، علشان كده انا جاي النهارده اكلمك على اسهل منصه تقدر من خلالها انك تنشئ موقع سهل وبسيط. اولا انت ممكن يكون عندك مشكله في بلوجر، وممكن يكون عندك مشكله برضه في ووردبريس انك مش عارف تشتغل عليه لانه معقد، خلاص، وعايز تطور من نفسك وتعمل موقع كويس، او تعمل لاندنج بيج صفحه هبوط، او تعمل صفحه لعرض مثلا منتج خاص بيك انت، بس انت ما عندكش خبره في البرمجه، ولا عايز تشتري قوالب جديده، ولا عايز تشتري ادوات جديده ولا بلوجنز جديده. فانت عايز حاجه كده بيلدر. يعني ايه بيلدر؟ يعني مكان تقدر من خلاله تعمل دراج اند دروب، يعني سحب مثلا للهيدر وسحب للصوره تحت منه، وتعمل مثلا حاجه اسمها اراء العملاء وتسحبها كده وتحطها عندك من غير ما يكون عندك خبره في اصلا البرمجه وانشاء المواقع. هكلمكم النهارده ببساطه شديده عن الهوستنجر ويب سايت بيلدر، شرح عملي من البدايه للنهايه، واكلمكم عن المميزات بتاعته وازاي لو انت حابب تشتغل على الووردبريس ومش عارف تقدر تبدله بالويب سايت بيلدر الخاص بموقع هوستنجر. كمان في عندك خصم محترم جدا جدا للي هيستخدم الكوبون كود اللي موجود في وصف الفيديو. انا عايزك انت تستفاد مش اكتر، فخد المعلومه من عندي. عجبتك وحابب تكمل ما يهمكش، مش عايز تكمل برضه ما عندكش ادنى مشكله، احنا جايين نفرد ونقدم المعلومه على طبق من ذهب بدون اي مشكله واي تعقيد. نبدا على طول بمحتوى حلقه النهارده، ما تنسوناش بدعمكم باللايك والشير والكومنت، ويلا بينا. عشان ما اطولش عليكم هتلاقي اللينكات كلها موجوده في وصف الفيديو. هتدخل على موقع هوستنجر باللينك اللي هتدوس عليه موجود في وصف الفيديو، هتخش على الصفحه اللي قدام منك دي، ودي الواجهه الخاصه بالموقع نفسه. تمام، عندك هنا خانه الهوستنج. من الهوستنج دي انت ممكن تختار الويب هوستنج، تختار الويب سايت بيلدر نفسه خلاص، وممكن تختار الكلاود هوستنج والووردبريس هوستنج، ودي حاجه كده للبروفيشنالز للناس المحترف خلاص. ولكن احنا عايزين الويب هوستنج العاديه. يعني ايه الويب هوستنج العاديه ريان؟ يعني ممكن نخش على الويب سايت بيلدر. لا، طب سيبك من ويب سايت بيلدر دي خالص، او الخانه دي اركنها على جنب، لانك لو اشتريت ويب هوستنج بتاخد معاها بشكل مضمن وشكل مجاني الويب سايت بيلدر الخاص بهوستنجر نفسها. زي ما انتم شايفين ادي فري بونص ويب سايت بيلدر، وادي في ويب سايت بيلدر، وادي كمان عندك ويب سايت بيلدر في الثلاث خطط الخاصين بالموقع نفسه. يعني انت ممكن تختار على سبيل المثال البريميوم ويب هوستنج دي، تمام، وتنزل عليها موقعين ثلاثه عادي ووردبريس او بي اتش بي، وتعمل موقع ثاني على الويب سايت بيلدر الخاص بالموقع نفسه او خاص بهوستنجر نفسها. انا بنصحك تختار الخدمه دي خلاص، او البريميوم ويب هوستنج. ليه؟ علشان هتاخد عليها 3 شهور مجانيين. يعني لو اخترت سنه، لو حجزت سنه هتاخد سنه و3 شهور، سنتين سنتين و3 شهور، 3 سنين 3 و3، 4 4 و4 شهور او 3 شهور تقريبا. خلاص، هتدوس كده على اد كورت من هنا، تمام، وبعد كده تدخل على الصفحه اللي بعد كده اللي هي تقريبا صفحه البيانات الخاصه بالشراء، وانت بتختار من هنا زي ما انتم شايفين. عندك انا بختار ال 24 كله سعر واحد، يعني ال 12 شهر سعرها 2.79، ال 24 سعرها 2.79، وكمان ال 48 شهر اللي هي تقريبا الاربع سنين اللي معاها 3 شهور هديه ب 2.79 برضه. خلاص، السعر التوتال قد ايه؟ 133 دولار. لو استخدمت كوبون ريان، دوس كده على العلامه دي واكتب كده كلمه ريان ار واي اي ان، ودوس كده على كلمه ابلاي من هنا، هتلاقي السعر بقى قد ايه يا باشا؟ ثانيه واحده بس كده، يدينا الخصم 124 دولار. يعني عمل لك خصم على الخصم اللي موجود في الموقع نفسه. كوبون ريان موجود في وصف الفيديو. المهم، بتدفع بالكريدت كارد، بتدفع بالباي بال، جوجل باي، علي باي، كوين جيت. لو انت مغير الدوله من هنا للامارات، مغير دوله الموقع نفسه للامارات، تدفع ب يعني فوري لو انت موجود في مصر. ممكن تكلم الدعم وتدفع بفوري برضو لو انت موجود بره على اللوحه اللي ظاهره قدام منك دي. بعد ما تخلص تدخل على الموقع نفسه، بعد ما تشتري يعني وتضيف بيانات الدفع الخاصه بيك، هتبدا تدخل على الصفحه اللي قدام منك دي. طبعا دي الاتش بانل الخاصه بالموقع. من الهوم ده هتخش على كلمه ويب سايتس من فوق كده، ركز معايا. من الهوم هتختار ويب سايتس، هتدوس كده على كرييت اور ميجريت ا ويب سايت. هنختار من هنا كده البلان، الخطه بتاعتنا احنا لسه شارينها دلوقتي خلاص، اللي هي الخطه دي. دوس كده على سيلكت بلان، تمام،
ومن هنا كده يا باشا بنبدا نختار كرييت ان نيو ويب سايت، كرييت ان نيو ويب سايت، دوس كده على كلمه سيلكت من هنا. ومن هنا بدل ما نختار وورد بريس لا بنختار الهوستنجر ويب سايت بيلدر، خلاص هندوس كده برده على كلمه سيلكت من هنا. هنا بيقول لك ايه، يوز ان اكزيستنج دومين او تشوز ا دومين. تشوز ا دومين ليه بقى؟ لان انا اشتريت دومين وانا بحجز الاستضافه نفسها. لو انت هنا عايز دومين موجود بالفعل بتدوس على سيلكت، لو موجود بره يعني عند جو دادي، عند نيم شيب، عند اي شركه تاني شاري منها الدومين بتدوس على العلامه دي. لو انت شاري دومين من خلال هوستنجر بتلاقيه ظهر لك هنا كده، تمام، وتدوس كده على كلمه سيلكت من هنا. لما تدوس على كلمه سيلكت هيقول لك ايه، ستارت بيلدينج. ماشي، دوس كده على ستارت بيلدينج، تمام، وهستنى شويه صغيرين جدا جدا. بيقول لي ايزي كولابريشن ويز يور بارتنرز، حاجات كده يعني تفاصيل عن الخدمه نفسها زي ما انتم شايفين 100%، يعني في ثواني معدوده اداني ايه او ركب لي يعني الميزه المحترمه الخاصه بالويب سايت بيلدر الخاصه بيه بالموقع نفسه. زي ما انتم شايفين دي كده ايه تفاصيل يعني ستارت بيلدينج من هنا. ده كده لو انت عايز تمبلت معين، دي كده تمبلتس موجوده جوه الموقع نفسه، دي كده كل التمبلتس اللي انت ممكن تستخدمها. ده قالب ممكن تركبه على الموقع بتاعك، قالب جاهز تعدل عليه وتشوفه عندك زي ما انتم شايفين كده. خلاص، ده قالب وده قالب ودي كمان قالب، كل دي قوالب كده موجوده بصفحات زي ما انتم شايفين في الموقع نفسه. ممكن تختار اي قالب زي ما يعجبك، وعندك هنا كده التفاصيل. مثلا لو انت عايز قالب لمدونه، لخدمات، لمطعم، لكوميونتي، مجتمع، هوم اند ديكور، هيلث اند بيوتي، ترافل، اي كوميرس، تكنولوجي، انترتينمنت، يعني كل دي كده اقسام ممكن ان انت ببساطه شديده تختار اي قالب فيها بشكل مجاني وتركبه عندك في الموقع. طبعا لو انت عايز تبدا من الصفر دوس كده على ايه؟ ستارت بيلدينج فروم سكراتش، دوس كده عليها كده دوسه واحده بس، ستارت بيلدينج، تمام؟ هدخلنا على البيلدر دلوقتي اللي هو الباني، باني المواقع حرفيا. انت يعني زي كده ما تكون بتبني حيطه، انت بتاخد طوبه تحطها فوق طوبه، نفس اللي انت بتعمله هنا. ماشي، مش عايزين احنا نتطور خالص، هندوس كده على اد سيكشن من هنا، تمام. احنا عايزين دلوقتي السيكشن، طبعا دي سيكشنز جاهزه، يعني ايه؟ يعني ممكن تحط كده سيكشن خاص باباوت موجود عندك برده عادي جدا. الجاليري نفس الكلام، تمام، ده جاليري كده ممكن تضيفه عندك. عندك الكونتاكت فورم، عندك الفوتر، تمام، ده لو انت عايز تضيف فوتر في الاخر. عندك الهيدلاين لو انت عايز تضيف هيدلاين في حته معينه على سبيل المثال. دي الصور، دي كمان الانستجرام فيد، ودي كمان الماب اللي هي يعني الخريطه. السلايد شو والسوشيال ايكون والسبسكرايب فونت، وعندك كمان الفيديو، تمام. ممكن برضو لو انت عايز مدونه بلوج بتختار كده الخانه الخاصه بالمدونه. في اونلاين ستور لو انت عايز تضيف اونلاين ستور يعني متجر في الموقع بتاعك بالسوشيال ده من عندك من هنا. في اد ا بلانك سيكشن لو انت عايز تضيف بلانك سيكشن، سيكشن فاضي يعني. وممكن تضيف برضو اد اليمنت من هنا يفتح لك الايتم الاليمنت دي اللي هي فيها التكست وفيها كمان الباتون وفيها يعني ازرار معين، ودي صوره وده فيديو، كل الكلام ده بتسحبه وترميه عندك هنا كده. خلاص، طبعا احنا عايزين نافيجيشنز، عايزين نضيف نافيجيشن، دي الهوم خلاص اضافت معايا خلاص. ممكن ادوس كده على اد ا بيج يضيف لي صور صفحه ثانيه، بكتب بقى اسم الصفحه دي عندي هنا خلاص، مثلا بلوج، تمام، ودي كده البيج يور ال بتاعي، واخليها ايه دوس كده على كلمه سيف. طبعا اتعملت معايا، ممكن ادوس كده على اديت خلاص واظبط ايه سيتنجز من هنا. السيو دي كده اعدادات السيو الخاصه بالصفحه نفسها، التايتل يعني بتاع العنوان، الميتا ديسكريبشن، الهوم بيج فروم سيرش ريزلتس لو انت عايز تلغيها من انها تظهر في جوجل عادي جدا. ممكن عندك السوشيال ايمج لو انت عايز تحط لها صوره تظهر في السوشيال لما تعمل لها شير، الكلام ده سهل جدا جدا من خلال الصفحه اللي قدام منك دي. طبعا ممكن ادوس على بريفيو من هنا، بريفيو يعني اظهار، هتلاقي عندك اللوجو ظهر معايا هنا، وادي البلوج اللي هي ايه الصفحه نفسها. برجع كده للاديتور وابدا اضيف زي ما قلنا احنا ممكن نضيف ايه، خلينا بس دي الخانه الاولى ادي اللوجو، تمام. ممكن اغير اللوجو ده من هنا وانا عايز اعدله، ده الهيدر، تمام. انا عايز اديت، اديت نافيجيشن اهو، او تشينج، تشينج لوجو. طبعا تشينج لوجو دي من هنا بتغيرها بقى، بترفع انت عندك من عندك لوجو، تدوس كده على ابلود فايل وتجيب اللوجو ده من عندك. فين بقى اللوجو؟ اي لوجو موجود عندنا ممكن تضيفه عادي خلاص، ادي مثلا اللوجو ده، تمام، او كمان اللوجو ده بما انه جاهز نفس المقاس. اختار انا اللوجو ده على سبيل المثال اهو، سيلكت ايتم، يبدا يظهر معايا بالشكل ده. ممكن اكبره طبعا اللوجو واتس زي ما انتم شايفين كده خلاص. ده السبيسنج بتاعه، المنيو سبيسنج طبعا سيبها زي ما هي. واللوجو بوزيشن مكانه فين، في اليمين، في الشمال، في اليمين شمال، في النص خلاص. ممكن نبدا نعدل على القائمه دي النافيجيشن، اديت نافيجيشن من هنا خلاص. ممكن تظهر دي، طبعا دي هيدن، لا انت تظهرها عادي، دوس كده على العلامه دي من هنا وسيتنجز خلاص. وبدل ما هي هايد هنخليها ايه، متاحه ان هي تظهر معايا قدام مني هنا خلاص. ممكن اعدل بقى اخليها بالعربي والانجليزي ما عنديش ادنى مشكله. ده السكشن الاول فوق، تحت هنا دوس كده على اد سكشن خلاص. وخلينا نختار مثلا الاباوت او
اي سيكشن من دول مثلا السيكشن ده واعدل عليه، دبل كليك هنا واغير اي حاجه انا عايزها، محمد الريان مثلا على سبيل المثال، انا كده بغيره تمام، بغير الخط من هنا، بغير ال H3 H2 H1 H6 باراجراف مش عارف ايه من هنا، وبغير الفونت سايز من هنا وباقي التفاصيل التانية خلاص. ممكن اغير الصورة دي تشينج ايمج من هنا، وممكن ادوس عليه برضو تشينج ايمج من هنا، ما عندكش ادنى مشكلة. ممكن تختار من هنا تبدل ما بين الموبايل خلاص وكمان الديسك توب عشان تشوف الصورة ظاهرة ازاي معاك، دوس كده على بريفيو هيبدا يظهر لك ايه الصفحه اللي انت عملتها زي ما انتم شايفين، ده اللوجو وده عندك كده كده هوم وبلوج وتحت منه ايه الكلام اللي احنا ضفناه كده سوا. برجع طبعا لورا كده خلاص باك تو اديتور وابدا ان انا اعدل على القالب، ادوس كده على سيكشن من هنا وابدا اضيف اي سيكشن تاني، الجاليري بتاعتي مثلا على سبيل المثال اضيف الجاليري دي، انزل تحت كمان شويه ادوس كده على اد سيكشن، ممكن اضيف مثلا على سبيل المثال كونتاكت فورم، الكونتاكت فورم خليه في الاخر، انستجرام فيد لو انت عايز تظهر صور للانستجرام مثلا على سبيل المثال، ادوس كده عليه وابدا اديت فيد من هنا كده خلاص، وابدا اكونكت تو انستجرام، لازم ادوس كده على كونكت تو انستجرام عشان يوديني على الانستجرام بتاعي ويبدا يعمل كونكشن ربط ما بين الانستجرام والحساب بتاعي في الهوستنج عشان يبدا يظهر لي التفاصيل، يعني الصور اللي موجوده في حسابي تظهر هنا خلاص. طبعا الكلام ده تعمله انت مع نفسك يعني، دوس كده على اد سيكشن من هنا برده خلاص، السلايد شو لو انت عايز تضيف سلايد شو، عندك سوشيال ايكون لو عايز تضيف سوشيال ايكون خلاص، سبسكرايب فورم، وعندك كمان هنا التستيمونيالز ممكن نضيف مثلا على سبيل المثال اي واحده من دول مثلا دي خلاص، وفي الاخر نضيف ايه نضيف كده كونتاكت فورم، وفي الاخر تحت منها اضيف على الفوتر، ادوس كده على فوتر اهو، فين بقى الفوتر يا باشا، اختار لنا شكله يكون كويس على سبيل المثال الشكل ده مثلا خلاص، اد تو اول بيج ماشي، خلينا اد تو اول بيج تمام، وبعد كده هوريكم انا ايه شكل الموقع، ادوس كده على بريفيو زي ما انتم شايفين، ده كده الموقع اللي انا عملته في دقيقه وانا قاعد معاكم في دقيقه، الصور دي بتتغير من جوه زي ما انا وريتكم تمام، وعندك الانستجرام فيد دي كده صور الحساب الانستجرام بتاعك بتغيرها برضو، عندك التستيمونيالز بتغيرها لو انت حابب خلاص، وده الكونتاكت فورم، وفي الاخر ايه الفوتر بتاعك. انا عملت موقع في ثواني معدوده تمام، وزي ما قلنا انت ممكن ترجع ورا كده تبدا ويب سايت ستايلز من هنا، طبعا بتعدل في الستايل بتاع الموقع بتاعك، والبلوج هنا لو انت عايز تظبط البلوج بتاعتك، وستارت ابلوج يعني تضيف مدونه جوه الموقع نفسه، ودوس كده على ستارت ابلوج، ادي بلوج بوست اهي خلاص، ده كده تدوينه جوه الموقع بتعدل عليها، ونفس الكلام تدوينه جوه الموقع بتعدل عليها، الاونلاين ستور لو انت عايز تشتغل عليها، وبعد كده اي اي تولز، ده في اي اي تولز كمان، في لوجو ميكر، في اي اي رايتر، في اي اي هيت ماب ممكن تشتغل بيها عادي جدا ما عندكش ادنى مشكله. ممكن ترجع ورا خالص بقى خلاص تشينج تمبلت من هنا ودوس كده على ليف، وتختار انت اي قالب موجود جوه الموقع مثلا البلوج من هنا تمام. طبعا احنا عرفنا دلوقتي ازاي نقدر اننا يعني نعمل موقع من الصفر بالبيلدر الخاص بالموقع نفسه، ولكن من هنا ممكن تختار اي قالب، كل دي قالب ممكن تشتغل بيها، ممكن تدوس على بريفيو لو انت عايز تشوف القالب نفسه شكله عامل ازاي، خليني كده اختار معاكم اي قالب مثلا، ده بريفيو تمام، ده كده شكل القالب نفسه، شكل الموقع اللي هيبدا لو انت عملته يشتغل معاك بالشكل ده خلاص، ده كده في التابلت، ده كده في الموبايل زي ما انتم شايفين. هرجع ورا عجبني الشكل ده، اختار فوتوغرافي، ده كده للفوتوغرافي، اختار ماركتنج لو انا عايز اشتغل في الماركتنج زي ما انتم شايفين، دي كده كلها قوالب خاصه بالماركتنج، طبعا هي كلها قوالب عاديه يعني قوالب مش واو، ولكن انت هتعدل عليها وهتبدا ان انت تعمل حاجات يعني كويسه من ذوقك انت، من الطلبات اللي انت حابب تشتغل عليها. وليكن ده عجبني، بدوس كده على سيلكت تمبلت، بدوس كده على تشينج تمبلت من هنا، يبدا يغير لي التمبلت ده في ثواني، طبعا هستنى لحد ما يرفع يعمل معايا كده يعني تحميل زي ما انتم شايفين، عمل معايا تحميل وهيدخلني على البيلدر مره ثانيه، اعدل بقى يعني اعدل القائمه دي من فوق، اعدل اللوجو، ادوس على الصوره دي وادوس كده على تشينج ايمج لو انا عايز اغيرها، ممكن اغير الكلام اللي موجود ده والالوان بتاعته، اغير برده الكلام ده، اغير التكست اللي موجود قدام منكم ده بالتفاصيل بتاعته، نفس الكلام كل ده ببدا اغيره عادي جدا ضغطه زر واحده بيتغير معايا. وبعد ما بخلص بعمل ايه؟ بدوس كده على جو لايف، بعد ما بخلص بدوس على جو لايف، وادوس كده على ايه جو لايف من هنا تمام، بعد ما بخلص انا شغلي كله زي ما انتم شايفين بيعمل لي ببلش دلوقتي، كونجراتوليشن الموقع بتاعي بقى جاهز، دوس كده على فيور سايت، خش على الموقع نفسه اللي هو ريان97.شوب، ده اسم الدومين يعني خلاص، هو الدومين ده انا عايز اخش على الدومين بقى ما توقفليش، طبعا هو ممكن ما يكونش شغال معايا حاليا ولكن هيشتغل، دي مشكله دي ان اس من عندي انا خلاص، لو فتح عندكم هيفتح عادي، انت وقت نزول الفيديو خش هتلاقي الموقع شغال بنفس الشكل اللي ظهر قدام منك ده خلاص. دوسنا كده على بريفيو مره ثانيه يظهر معاك بالشكل خلاص. ده كده يا شباب الباني المواقع الخاص بالموقع المحترم موقع هوستنجر، انت ممكن تشتغل عليه زي ما قلنا وتعمل من خلاله احلى مواقع انت ممكن تتخيلها بسهوله شديده، وكلها دراج اند دروب يعني سحب وافلات،
مش لازم يكون عندك خبره في البرمجه، مجرد سحب وفلات زي موقع ويكس، زي مواقع كتيره تانيه يعني مش عايز اكلمك فيها لانها مواقع كتيره، لو فتحت فيه الكلام هلاقي نفسي دخلت في 20 دقيقه 30 دقيقه، فانا عايز انجز واقول لك فكره الموقع، وادي فكره الموقع معاك، اشتغل براحتك. كان معاك محمد ريان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.